العماره ديالنا خويا كنا جالسين ما علينا ما بينا حتى سمعنا التفرقيع ديال الحيط، وذاك التفرقيع دخل حتى لداخل ماشي خرج على برا، حيت كون كانت عندنا حنا شي حاجه تفرقعت في الدار راه ما غايدخلش ذاك السفل لداخل. دابا هذا التراب كامل النص ديالو راه دخل للصالون لداخل، وإلا كان شي حاجه عندنا حنايا راه غادي تهبط ديريكتومون لتحت، ما غاديش تدخل لداخل. اييه داري. وشنو هو السبب؟ والله تعالى اعلم. ها انت شوف بحال هذاك الشراج ملي تحت مني راه هما اللي بحال دياولي، يعني كيفاش داك الشيء غادي يدخل لداخل. الا كان طاح ولا شيء راه غادي يهبط ديريكتومون لتحت، ما غاديش يدخل للدار. لا ما في راسي انا حتى شي حاجه، الحمد لله. قال لك ما كاين حتى شي حاجه، هادشي اللي قالوا لينا الناس، حنا ما كناش. تقريبا اخويا مع الزوز ديال النهار وقع هذا الشيء هذا، هو الحمد لله على لطف الله، الحمد لله ما كانت لا خسائر لا والو، هذا من فضل الله الحمد لله. هذا خويا هذه تيقول لها زنقه كراتشي، هذه زنقه كراتشي، هما تيقول لك طاح الطرف ديال هذا الموبل، فهمتي، طرف واحد الطرف صغير طاح على ذوك الباص ديال القهوه. هادشي اللي قالوا لنا الناس. حنا فاش جينا للبيرو قالوا لنا ودي راه سمعوا بحال الطيحه، ملي طلوبها لهم هادشي طايح وهذاك الشيء.